السلام عليكم، وكيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. أنا اليوم في محطة كايهن ماكوهاري، هي محطة في ولاية تشيبا، تبعد تقريبا نصف ساعة عن قلب طوكيو. اليوم أنا ذاهبة في طريقي إلى حضور أحد المعارض الخاصة بالتقنية. هو معرض كبير يقام 4 مرات في السنة في هذا المكان بالتحديد، لكن يقام أيضا في مدن أخرى في داخل اليابان. المعرض خاص بالعلوم والتكنولوجيا والمجالات الهندسية. هاخدكم معايا في جولة داخل المكان، وأتمنى تستفيدوا وتستمتعوا. ما شاء الله، شكله في عدد كبير من الناس جايين للمعرض. هو في الحقيقة في هذا اليوم يوجد عدد من المعارض، بس أنا جاية لواحد معين اللي هو بتاع الذكاء الاصطناعي، الـ Artificial Intelligence. في الحقيقة أنا يعني دي المجال بتاع زوجي، وهو عنده تذكرة، لكن لأنه هو خارج طوكيو في هذه الفترة فأنا حضرت بدلا عنه. قلت فرصة أشوف يعني المعرض وكمان أوريكم ليه. شايفين حجم المعرض وكمية البوس المشاركة فيه. معنا لأدوني كده ورقة كبيرة جدا، بس واضح انه يعني بجد من زمن ما جيت معرض بهذا الحجم. يعني خلونا ننزل تحت ونستكشف المكان مع بعض. طبعا زي ما شايفين كده أعداد كبيرة جدا من الحضور. طبعا هم دي غالبا professionals، يعني بيكونوا في مجالاتهم، في المجالات الهندسية أو حتى في المجالات الصناعة والطب والتكنولوجيا وغيره، اللي هم جايين يشوفوا أحدث المنتجات وأحدث التقنيات والخدمات. الحاجة اللي لاحظتها إنه يعني بخلاف البوث، يعني كله طبعا جهة معينة، سواء كانت شركة أو جامعة أو يعني أي مؤسسة عندها بوث معين، لكن كمان في سيمينارات كثيرة، يعني في أكثر من سيمينار بيقدم. فهي فرصة برضو يعني للتعريف بالأعمال، وفرصة للبزنس طبعا، يعني التعرف على الحاجات الموجودة الآن الآخر ما توصلت له التكنولوجيا، والناس الحابين يستفيدوا من هذه التكنولوجيا في أعمالهم وفي صناعاتهم والخدمات اللي بيقدموها. الجميل في المعرض انه في كثير من الجهات جايبين المنتج بتاعهم، يعني طبعا كل حاجات متعلقه بالتكنولوجيا، بس انه يعني الحضور نفسه ممكن يجربوا الحاجه، يعني عاملين كده زي ديمونستريشن، ممكن الشخص يجرب الجهاز المعين. اللي فهمته انه يعني بيطلع زي جراف كده فيه نتيجة التركيز concentration، بيقرأ ذبذبات المخ المختلفة وكده. في قسم من المعرض برضو للXR، طبعا دي المتخصصين بيكونوا عارفين الحاجات دي اللي هي
augmented reality, virtual reality, mixed reality. في الكاميرا بتظهر كده، لكن قدامنا في الحقيقة بتظهر كأنها شاشة كاملة. واو، كوزا. طبعاً هي تطبيقات كثيرة جداً لهذه المجالات، لكن يعني أنا بس صورت جزء من الحاجات اللي عجبتني يعني أو شدت انتباهي. لكن يعني الواحد إذا عايز يقيف على كل حاجة بجد ما شاء الله، يعني تطبيقات كثيرة جداً كلها في المجال دي، الـ Artificial Intelligence والـ Virtual Reality والحاجات زي كده. وقبل ما أختم الجولة طبعاً قلت لازم أجرب حاجة من الأجهزة دي، فده واحد من الأجهزة المستخدم واضح إنه في التدريب للعمال يعني في الصناعة وكده، اللي هو الواحد بيلبس الخوذة دي وبيتدرب كأنه بيعمل في لحام. دي اللي أنا عملته قبل شوية، طبعاً صعب أصور وأنا لابس الجهاز دي، لكن الفكرة إنه بتمسك الجهاز كأنه المرة الأولى الواحد بيعمل تدريب، كأنه يعني بتتابع الخط بتاع اللحام المره الاولى، بتتابع يعني انه كان في بروفيشنال لحام، بروفيشنال هو اللي بيعمله وانت بتتابع معه، المره اللي بعدها بتعمل بنفسك، يعني كانك بتتدرب وتعمل لوحدك، بس كلها طبعا خيال يعني. دي برضه هنا شكله زي تطبيق لاستعمال الواقع الافتراضي في الحقل الطبي، شكلهم عاملين زي تدريب على إجراء عملية جراحية، الواحد كأنه يعني بتخيل إنه ماسك الأجهزة، المشرط ولا المنظار ولا whatever يعني الحاجة، الأجهزة الطبية، فكانوا بيعمل عملية جراحية. طبعا معرض بهذا الحجم اكيد يعني ما فات على المنظمين انه برضو يجهزوا مكان فيه جلسات كده لعقد يعني اجتماعات للبزنس، للناس اللي حابين يتلاقوا ويتكلموا في مشاريع في مستقبليه، وبرضو في اماكن طبعا للتناول مأكولات خفيفه ومشروبات وكده. أنا لغاية هنا خلاص يعني فترت بصراحة، لأنه لي أكثر من ساعة لافة، فبس هقف لغاية هنا وخليكم مع الصور والفيديوهات. أتمنى تكونوا استمتعتوا بفيديو اليوم واستفدتوا منه. لو عندكم أسئلة ما تسألوني، لأنه المعلومات اللي عندي كلها والحاجات اللي فهمتها كلها شاركتكم بيها، بس حبيت أديكم فكرة عن المكان دي وعن الإيفنتس الزي دي، الحاجات اللي بتتعمل هنا في اليابان، نعكس لكم شوية من الجانب التكنولوجية هنا في اليابان. يلا خليكم في أمان الله، مع السلامة.